في هذا الشوط. الجماهير جماهير الشحانية مع عسيلة، وأيضا الجماهير الإماراتية مع أيضا مع هجن العاصمة مع العنود ومع الشاهينية. وين الشوط؟ ثنتين اثنين 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 شحانية واثنين إماراتية. ولكن عسيلة، يا سلام عسيلة، عسيلة والجماهير جماهيرها ومحبينها يحيونها، وانطلاق ذاتي مع ال 400 متر الأخيرة. عسيلة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. يا سلام، يا هذا الشعار الذي لا تغيب عنه الشمس، شعار العنابي، الشعار العنابي. سلام شحاني، سلام شحاني، سلام سلام لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. يا سلام، انفردت وانطلقت وطارت. سلام 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 لشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني على هذا الفوز الكبير وعلى هذا الفوز العريض. وتهانينا لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. تهانينا. اللحظات الحاسمة، ال 500 متر الأخيرة، الجماهير هنا تثير، الجماهير تثير. يا سلام يا سلام، البرق البرق، ولكن مبعد 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 لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. البرق يحاول، البرق البرق مشاهدين الكرام لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني، ولكن مبعد 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 مشاهدين الكرام مع سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومع شعاره. يا سلام، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. البرق 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 مشاهدين الكرام مبعد مبعد في المركز الأول. البرق غادم، البرق غادم. يا سلام، الله، انحسمت الامور. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. كما نزف الثانيه لعبيد بن حمد بن شينان مضمرا وقائدا لمبعد الى خط النهايه. الناموس المركز الثاني البرق لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. السمحة مع المقدمة، ولكن دعونا نرى التسلل من قبل السيلية من انطلقت مع المركز الأول. السيلية مع الصدارة، السيلية مع المركز الأول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني مع سالم بن جابر بن فران بعملية التنظير. من كان مقدما لنا راهية مع المركز الأول، قدم لنا السيلية مع المقدمة، ولكن سمحة سمحة وأمل لأهل دولة الإمارات هنالك مع المركز الثاني. ومع انطلاقة هجن العاصفة المملوكة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. يا سلام يا سلام يا سلام، انطلقت هنالك، انطلقت على المركز الثالث من تواجدت المسك لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. الناموس مع من؟ الناموس حاير 100 متر على الناموس. السيلية مسيطرة، السيلية على المركز الأول، السيلية والمسك، المسك وصلت على المركز الثاني. يا بوي، يا سلام يا سلام يا سلام. المسك وأيضا المسكة هي صاحبة هذا الشوط، من غيرت في ثاني المراكز. الموقف خطير يا مضمرين، الشوط حساس، الباز ومشجي ومعركة مسائية شحانية، معركة مسائية. مشجي ينطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، ولكن الباز، ولكن الباز جاهز، الباز جاهز للانطلاق وللصراع. وأيضا تهانينا إن فاز الباز على النقطة الثانية لمالك هذا الشعار، شعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. ولله جرك يا بن فاران، لله جرك يا بن فاران على تقديم هذه العروض الممتازة وعلى هذه المواصيل الممتازة. يا سلام، حيوه حيوا الباز، حيوا جماهير الباز ومحبين الباز يحيونه الآن، يرافقونه الباز. هذا هو الباز وعنده استعداد مرة أخرى للانطلاق مرة أخرى. ما شاء الله تبارك الله. يا سلام، مرحبا، خط نهاية يرحب بهذا القدوم الميمون. تهانينا للمرة الثانية للشعار العنابي ولمالك هذا الشعار سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. ومشكور يا سالم بن فاران. القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. مريفة 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 هي صاحبة الكلمة. مريفة مريفة لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني. ولكن الوضع، الوضع ما يطمن يا جماعة. هنا الشايبة، الشايبة خطيرة، الشايبة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوب على المركز الثاني ومع بن منانة، مع بن منانة. ولكن ولكن مريفة مريفة مشاهدين الكرام، مريفة تحتل المركز الأول. الله،
وهو بدون وبدون أوامر، بدون أوامر يا جماعة، بدون أوامر يا جمهور، بدون أي تعليمات يا مشاهدين. يا سلام، للمرة الثالثة نزف التهنئة. وعلى فكرة يا جماعة، للمرة الثالثة وهي حملة رقم ثلاثة، للمرة الثالثة بنزف التهاني لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. يا سلام، الله يا مريفة، الناموس لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. المركز الثاني وصلت الشايبة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد محمد بن خالد العطية. تكليف 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 تكليف، انطلق مع المركز الثالث لسمو الشيخ أحمد بن سيف المكتوم. سيف بن خلفان الغويس بعملية التضمير، ولكن دعونا نرى الغادم المذاع لأول ندى. هنالك شاهين مع السلالة الشانية لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. سالم بن منان السويدي بعملية التضمير، تلحق ما تلحق السويدي. هنالك بن فاران بعملية تضمير الصدارة وبعملية انطلاق الكحيدي مع المركز الأول. ما قصر الكحيدي إن وصل إلى خط النهاية، وهو كان متحمل المسؤولية. الكحيدي مع الناموس، الكحيدي مع الناموس. سلام الكحيدي، سلام سلام لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني. والتهاني والتبريكات نزفها للمضمر الذهبي. ذهب يا ذهبي، ذهب يا ذهبي. هنالك مع انطلاقة الكحيدي مع النقطة الرابعة إلى خط النهاية مع الفوز والناموس. هات للدوحة، وصلت الدوحة. يا سلام، الدوحة الدوحة الدوحة، الخطورة من الدوحة. يا سلام، الله 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 الله، الشاهينية والدوحة، اللحظات الأخيرة، الشاهينية والدوحة، الدوحة الدوحة، الشوط شوط الدوحة، النقطة الخامسة لشعار الدوحة. يا بو يا الدوحة، يا بو يا الدوحة، ولكن الشاهينية 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 والدوحة، الدوحة تتسلل، الشاهينية صامدة، الشاهينية ثابتة، ولكن الدوحة الدوحة الشاهينية، الدوحة ناوية المركز الأول، الدوحة تريد المركز الأول، الدوحة تفوز، الدوحة تتألق، الدوحة والنقطة الخامسة، ولكن ما في أمان يا بن فاران، ما في أمان إلا بعد خط النهاية. تهانينا تهانينا لمالك الدوحة على الفوز بالنقطة الخامسة، سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة مع المركز المرموق محمد بن خالد العطية. تميز بتضميره، تميز بانطلاقته، تميز باندفاعته، حتى تواصل مع الصدارة مع انطلاقة هذا الشوط. ولكن هنالك الأسماء قادمة يا بن عطية، هنالك الأسماء قادمة وآتية مع المركز الثاني. دعونا نرى من القادم، القادم ولكن أخوه قادم، عجلان زميله في العزبة، قادم زميله في العزبة، ليش لا ليكون هنالك عجلان مع المركز الأول، وهياض مع المركز الثاني. ولكن هياض وجماهير يطلبوك يا بن عطية بأن يكون هياض هو صاحب المركز الأول. هياض مع الصدارة، ولكن غير عجلان، عجلان وهياض، هياض وعجلان، ولكن عجلان مع المركز الأول. المركز الثاني عادت لؤلؤة مرة أخرى. يا سلام، لؤلؤة 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 لؤلؤة، اللؤلؤة الغالية الثمينة. الخوف من المتحدي، الخوف من شعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. وصلت الآن صمت، وصلت الآن صمت، وصلت الآن صمت، عادت الآن صمت، عادت صمت، صمت ولؤلؤة، صمت 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 صمت. أو الشاهينية، الشاهينية 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 على المركز الأول، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. تنتزع هذا الشوط انتزاعا، تنتزع هذا الشوط انتزاعا. الله الله الله، إذا تهانينا لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، وتهانينا لسالم بن سعيد المنان المتحدي. هي صاحبة الناموس، هي صاحبة هذا الشوط. يا سلام يا سلام يا نصيبة، المتحدي مشاهدين الكرام عنده حنكة فائقة وعنده أيضا ذكاء فائق. يا سلام مشاهدين الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، نزف التهنية لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم على فوز نصيبة من الميتين متر الأخيرة، كما نزفها أيضا لسالم بن سعيد بن منان السويد المتحدي. أيها الإخوة الكرام، في ميدان التحدي وبدون أي تعليمات تصدر على نصيبة تنتزع المركز الأول وبدون أي منافس. مشاهدين الكرام، نزف مرة أخرى التهنئة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، المركز الثاني وصلت سمها في العلالي، السمها في العلالي. يا سلام، سلام سهم سلام، سلام سهم سلام، سلام على هذا الانطلاق، سلام يا سلام يا سلام،
سهم مشاهدينا الاعزاء تنجح 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 بتقدير ممتاز في انتزاع هذا الشوط انتزاعا. الله يا شعار العنابي، سلامي عليك هذا الشعار وعلى سعادة الشيخ القعقاع. من يقتني هذه، من يقتني هذه الهجنة أصيلة، من يقتني هذه النوعيات الممتازة؟ سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة يتألق شعاره الليلة في سن الحيل، السن الأغلى، السن الأقوى أهمية. يا سلام لحظات الاقتراب من خط النهاية، ومشكور بن فران، وتهانينا للمرة العاشرة لسعادة الشيخ القعقاع على هذا الفوز المستحق. سلام، ولكن ذاخرها للختاميات، ذاخرها مذخورة مذخورة مذخورة. يا سلام يا الشاهينية، الله 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 الله، الشاهينية مشاهدينا الأعزاء تنتزع هذا الشوط انتزاعا وبدون أي منافس على الإطلاق. تهانينا من الخمسمائة متر الأخيرة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم على هذا الفوز العريض وعلى هذا الفوز الكبير. وتهانينا للمضمر فهد بن حصين النعيمي، وحيدة يرافقها هذا الموهب، هذا الموكب المهيب من السيارات، من الجماهير، من المحبين لرياضة الأباء والأجداد. تهانينا تهانينا لأشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلام مخصوص لدبي، سلام لدبي ولسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم. ومشكور يا ابن حصين، مشكور مشكور يا فهد، أبدعت وكفيت ووفيت وبدون أي أوامر والعصا في البطان تصل بسلام وأمان. ويتحطم التوقيت، إذن هناك